يعني بعد ما كندا هي اللي كسبت التحدي الاولاني، هنشوف بقى الاسره الثانيه هتشد حيلها ولا لا، وهنشوف ياسين كمان ولا ميتا هيعملوا ايه. بس جاهزين الاسرتين عشان نخش على الاسئله اللي بعدها؟ صح وغلط، يلا صح وغلط دي يعني لازم بقى سرعه جدا جدا جدا. اوكي يلا يلا هشاور على الاسره. يجب ان تحتوي الوجبه الغذائيه المتوازنه على المشروبات الغذائيه. لا صح غلط. لا صح طبعا. صح. إيه ده؟ قلت صح اول واحد. وانت قلتي غلط. انا خدت بقى الام بقى، انا خدت بقى هنا الام اللي تاخد الام بيتاخد بكلامها. طب نعمل ايه؟ انتوا صح ولا غلط؟ شايفين ايه؟ صح صح اكيد يعني. ماشي اوكي. السؤال الثاني، الاطعمه المقليه صحيه اكتر من الاطعمه المشويه؟ غلط. غلط. برافو. مين قال؟ مش عندهم. السؤال الثالث، ارمسترونج اول واحد طلع على القمر مين؟ أرمسترونج. غلط. لا صح صح غلط. اعمل ايه يعني؟ اخد ايه دلوقتي؟ المفروض تاخدي اول اجابه. اخد الغلط؟ لا إيه؟ لا غلط ولا صح؟ غلط. 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 للاسف هو صح. ايه ده؟ انا يا جماعه انا بقول صح. طيب خلاص مش احنا قلنا مش هنتخانق. دافينجي هو اللي رسم الموناليزا. صح. صح صح طبعا. سمك القرش هو الكائن ذو الدم الازرق. غلط. لا. غلط. امال مين؟ الدولفين. لا الاخطبوط. اكتوبس. برافو الاخطبوط. السؤال هنا، الحوت الازرق هو اكبر حيوان على وجه الارض. صح. برافو. ايه الشطاره دي؟ ماشي في مهمه ثانيه. اختاروا من عندكم حد بسرعه. اختاروا من عندكم حد بسرعه. ياسين و عمر. عمر يلا تعالى جرب يا عمر. ماشي شايفين دول؟ تعالوا بصوا، واقف كده جنبي وانت واقف جنبي، وكل واحد هياخد الاطواق دي، وكل واحد هيحاول يحط الطول طبعا بتجيب جون في المسلسل. اوكي نبتدي. استنى 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 بعمر. يلا يا عمر. عمر تجيبها في الاصفر. يلا يا عمر. لا تجيبها في الاحمر. برافو. يلا يا عمر بيلخبطك. يلا لازم الخبطك. الله على الاسره مش بتشجعوا لي. يلا يا عمر. يلا يلا ركز فوق عمر. لا حاول تدخلها انسايد. برافو مش باين. اوكي يلا زي كده. يلا يلا ولا اي واحده دخلت ما شاء الله. فوق شويه. انا مش عايز ارميها كده. ماشي كده يا عمر كده ولا اي كده. كده بقى يا ياسين. يلا نلم بسرعه الاقوى ونرجع مكاننا. ولا اي حد نجح في المهمه دي خالص. ماشي نخش على الاختيارات. تعالوا يلا تعالوا بقى نقول الاختيارات بتاعتنا. شكرا جدا جدا جدا. جاهزين؟ السؤال للاسره دي، مخترع تقويم ال 365 يوم، الامريكان المصريين اليونانيين؟ المصريين. اليونانيين. اخر كلام؟ برازيل. يلا بقول لك الامريكان المصريين اليونانيين. اليونان. 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 ممكن بالانجلش. المصريين. صح ممكن بالانجلش. ايه اللي اخترع ال 365 يوم؟ اللي اخترع انجلند. نوت انجلند. ايجيبت. يو نو مصر. ماشي مصر. يلا السؤال ده، مخترع الهاتف جراهام بيل ولا نيكولا تسلا ولا تايلر فرانسورث؟ جراهام بيل. لا وفي ثقة. ماشي اللي بعده. صح. الدولة اللي عاصمتها بغداد، سوريا، الأردن، العراق؟ العراق. العراق طبعا. أنت ليه بتجاوب على أسئلة مش معانا؟ إجابات مش معانا. طيب عاصمة أسبانيا، إشبيلية، برشلونة، مدريد؟ برشلونة. يا ابني يا ابني يا ولاد برشلونة. مين؟ برشلونة. برشلونة؟ لا مدريد. مدريد سوري. اخد اني هنا. مدريد. مدريد. ايه يعني مدريد؟ اخر كلام. مدريد. ماشي. عدد اللاعبين الاساسيين في فريق كره اليد، 7 6 5؟ 5. 5. غلط. 7. 7. الدوله التي لم تغيب عن كاس العالم لكره القدم، انجلترا، فرنسا، البرازيل؟ ما غابتش ولا مره. انجلترا. البرازيل. البرازيل اجابه صحيحه. فاصل ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول.